السلام عليكم زملائنا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا بيكم. إن شاء الله الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة موضوع بيقابلنا كلنا سواء باحثين أو دكاترة، إن أنت بتبقى محتاج تطلع بيانات أو الداتا من فيجر أو من تشارت موجود في أبحاث تانية بحيث تستخدمها أو تقارن بيها whatever الأبليكيشن اللي أنت هتستخدمها فيه. فدلوقتي هنتعلم النهاردة ان شاء الله ان احنا ازاي نطبق من خلال برنامج جميل جدا ان احنا ناخد تشارت زي كده او تو فيجر زي كده ونطبق عليهم العملية نفسها. طب عملية استخراج البيانات من الفيجرز دي بنسميها ديجيتايزنج. فديجيتايزنج او ديجيتايزر في برامج كتير بتعملها، بس طبعا النهاردة هنشتغل على برنامج فور فري، مش محتاج فلوس، مش محتاج كراكات، وبالتالي هنستخدمه ان شاء الله النهاردة. اللي احنا محتاجينه اللي هنستخدمه بالظبط، محتاجين التول اللي موجودة في كل كمبيوتر من الكمبيوترات بتاعتنا سواء ويندوز 7 او 10. هتلاقي في اداة اسمها سنايبنج تول، ممكن تبحث بالاسم ده في قائمة ستارت او في السيرش الموجود في الويندوز وهتطلع الاداة دي. الاداة دي ايه الفايدة بتاعتها؟ ان هي بتعمل تاخد لك سكرين شوت. فانا هعمل ايه؟ ان انا مثلا عايز اطلع بيانات من الفيجر ده او الفيجر ده، هعمل ايه؟ ان انا هدوس على سنايبنج تول وافتح الفيجر اللي انا عايزه. مثلا عايز الفيجر ده، طبعا هكبره بحيث تبقى الصورة واضحة. بعد ما كبرتها ادي هلاقي السنايبنج تول اهي، احدد الفيجر بتاعي اللي انا عايز اعمل له ديجيتايزنج، تمام، وهبدا اسيفه في المكان اللي انا عايزه. مثلا هسميه ايه؟ مثلا هسميه اي مسمى. عايز اخد الفيجر التاني مثلا هعمل له ديجيتايز، نفس الكلام احدده كده ونفس الكلام ادوس هنا على العلامه دي اللي هي بتعمل سيف، وسيفه في المكان اللي انا عايز سيفه فيه، مثلا هسميه بي وهكذا، تمام. طبعا الكلام ده انك انت تاخد سكرين شوت ممكن تعملها بادوات كتير منها سنايبنج تول دي اللي موجوده بكل الاجهزه، او في برامج تانية ممكن تعمل بيها سكرين شوت يعني، تمام. الخطوة اللي بعد كده، خلاص احنا مش محتاجين الملف ده دلوقتي، بعد كده هنحمل البرنامج بتاعنا اللي هنشتغل عليه. ده برنامج مجاني اسمه ويب بلوت ديجيتايزر، هبقى اسيب لكم الرابط بتاع الموقع تحت الفيديو. بعد كده هتختار ايه هو الاوبريتنج سيستم بتاعك، سواء هو ويندوز او ماك اللي هو بيشتغل على اجهزة ابل، او طبعا اللينوكس. طبعا احنا شغال معظمنا بيبقى شغال على ويندوز، هتدوس هنا على العلامة دي وهيبدأ يحمل لك الملف نفسه. هتلاقي هنا اهو طبعا النسخة، طبعا 64 او 32، طبعا دي الماك واللينوكس والكلام ده كله. هنختار هنا 64، هتلاقي ملف التحميل كده، تبدأ تعمل ستارت وتحمله، هتلاقي الملف هينزل لك مضغوط. اول ما هينزل لك مضغوط هتلاقي ملف كده الضغط اهو، هندوس كليك يمين عليه ونعمل اكستراكت بحيث تفك الضغط عنه، هتلاقي الملف ظهر لك بالشكل ده اهو. تفتح تدخل عليه هتلاقي الملفات دي كلها، وطبعا دي الداشبورد بتاع البرنامج. اول ما هندوس عليها دبل كليك هيفتح لنا الواجهة بتاعت البرنامج بالشكل ده. هنبدأ نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نحمل الصورة. طبعا هتلاقي هنا في حاجة اسمها لود ايمج، تدوس عليها تختار الصورة بتاعتك فينها. طبعا هتروح على المكان اللي انت مسيفها فيه، مثلا انا هروح على الصورة دي، طبعا انا كنت منزلها قبل كده. بعد كده ادوس اللاين اكسس وادوس بروسيس، طبعا هكبر الشاشه كده. هاجي هنا انا محتاج دلوقتي اعمل ايه؟ محتاج احط الاحداثيات بتاعتي، محتاج محور اكس، اختار طبعا هنا المنطقه دي بتكبر لك
منطقة الماوس، يعني لو خدت بالك كده تلاقي بيكبر لك بحيث تقدر تظبط النقطة بالظبط فين. فهاجي هنا مثلا راح اعمل نقطة اكس واحد، طبعا هختار هنا ادي اكس اتنين. دلوقتي عايزين نعمل واي واحد اللي هو المحور الرأسي او الفيرتيكال، هادي اختار واي واحد، هاجي هنا اعمل واي اتنين. يبقى انا كده اخترت اكس واحد اكس اتنين، ده محاور اكس او الهوريزونتال، وهختار واي واحد واي اتنين، دول بتوع المحاور او المحور الفيرتيكال او الرأس يعني. بعد كده هدوس كومبليت. هنا المحور الاكس او الافقي بيتراوح من كام لكام؟ بيتراوح من 2000 ل 10000، فهكتب هنا ادي 2000 واختار هنا 10000. تمام. طب المحور الرأسي كان من 0 ل 100، فهختار ادي الزيرو واكتب هنا 100. طبعا لو انت طبعا هنا ده المحور بتاعنا العادي، غير لو انت شغال لوج سكيل طبعا هتفعل اللوج سكيل. هنا المحور بتاعنا عادي مفهوش، مش سكيل او مش لوج سكيل. فهدوس اوكي كده خلاص اتفعلت الاعدادات بتاعتنا مظبوط. هعمل ايه؟ انا مثلا عايز اطلع قيم النقاط اللي هي باللون الاحمر ده مثلا، اللي هي السيمبول بتاعتها مربعة. هعمل ايه بقى؟ اول طريقة ان انا هجيب هنا طبعا اد بوينت، تمام، هدوس على اد بوينت واعمل ايه؟ هاجي وطبعا خلي بالي هنا من الشكل، هتلاقيه مكبر بحيث اقدر اظبط النقطة في نص الشكل بالظبط. وهكذا اقعد اعمل الكلام ده تمام لكل النقط، واحاول اقعد اظبط كده النقطة بحيث تديني دقة احسن، وهكذا. طبعا لو لقيت نقطة مش مظبوطة او حاجة هدوس هنا adjust واختار النقطة اللي مش مظبوطة دي، واقعد ايه احركها بالزرار بتاعة الماوس، الاتجاهات اللي هو الاسهم يمين شمال فوق تحت. تمام. طبعا انا كده بحركها من الكيبورد تمام لحد ما الاقي ايه احس ان هي مظبوطة. اخش مثلا على دي مش مظبوطة، فابدأ برضو نفس الكلام اظبطها. لو حسيت خلاص الجودة تمام وزي الفل اعمل ايه بقى؟ عايز اشوف بقى القيم بتاعتي اعمل ايه؟ هدوس هنا فيو داتا. اول ما اختار فيو داتا هلاقي النقط كلها موجودة بالشكل ده. طبعا هنا ده الاكس وده الواي تمام. عايز طبعا اسيفها، ادوس هنا داونلود سي اس اف، اشوف المكان اللي انا عايز اسيفها فيه. بعد كده ادوس سيف. لو رحت للمكان هلاقيها ملف بالشكل ده، ملف اكسل. لو فتحتها هلاقي ملف بالشكل ده. طبعا الملف ده انا ممكن اعدل فيه براحتي عادي خالص تمام. ممكن ارسمه، يعني لو عايز ارسمه برضو نفس الكلام. هجيب هنا ده اهو بحيث اخليه زي الشكل بالظبط. طبعا الكيرف ده او الشارت لو عايز اعكسه مفيش مشكلة، اخليه ريفرسد. كان هو من كان من 2000 ل 10000، ده 2000 مفيهاش أي مشكلة. تمام. يبقى كده قدرنا نوصل للشكل بتاعنا اهو، النقط اللون الأحمر هي موجودة في الملف في الإكسل. فهقدر لو عايز أضيف عليها القيم الجديدة بتاعتي، عايز أقارن بيها، أستخدمها في حاجة اسمها الفاليديشن، أي حاجة، يبقى أنا قدرت أطلع القيم. نفس الكلام كان ممكن أطلعه للنقاط بنفس الطريقة، أقدر أطلع للنقط التانية اللي هي باللون الأخضر أو اللون الأزرق وهكذا. طبعا دي الطريقة المانيوال اللي أنا ممكن أستخدم إيدي، وطبعا بتعتمد على دقة الإيد وهكذا، بتبقى أحيانا مرهقة شوية. في طريقة تانية إن شاء الله هنتعلمها في الفيديو اللي جاي. الطريقة دي هتبقى داخل فيها الجزء اوتوماتيك شوية،
فهتبقى جميلة جدا والدقة بتاعتها بتبقى ممتازة. نشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك في القناة تحت بحيث توصلك الفيديوهات الجديدة. شكرا.